حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل شيء تمام. اليوم جيتكم مقطع حبايبي باللو. اسمع كيف شباب، طبعا بتعرفوا شباب دائما بيكون في شيء اسمه السيرفر مطورين. هذا السيرفر حبايبي الكرام، السيرفر هذا بنجرب فيه التحديث قبل نزوله معلم، وهذا السيرفر معلم فيه كتير امور رح نشوفها بعضنا حبايبي الكرام. سو حبايبي الكرام، خلينا نركز معلم على خير. وليديز اند جنتلمان، قبل ما نبلش هذا المقطع حبايبنا، لا تنسوا باللايكات وشيراتكم ومشاركاتكم وباللوس. ركزوا معي كيف حبايبي. انا الان بالسيرفر المطورين ليديز اند جنتلمان، مثل ما انتم شايفين حبايبنا، اول ما دخلت على السيرفر اوكي عطوني 10000 من لا 9999 من الاكس بي ليديز اند جنتلمان. وعن طريق هذا الاكس بي حبايبنا صار ليفلي 13. طبعا شباب هذا الشيء بيخلينا عشان نقدر نشارك بالكثير من المودات المتواجده هون حبايبنا. اوكي طبعا شباب، في كثير امور شباب بهذا المقطع راح يكون، راح نقسم المقطع هذا ان شاء الله لمقسمين، وراح نشوف مع بعض الاشياء الموجوده والاشياء الغامضه يا اساطير. اوكي اول شيء حبايبنا، مثل ما انتم شايفين عندنا هون، طول بالك شو هذا؟ ليه برو في متجر غامض معلم؟ تعال هون. اوه جرب حظك، حظنا نشوف عليه بس 100% باللوس. سفر متجر غامض بالسفر المطورين شباب، اشي باللوس حلو. طبعا هون عندنا اشياء كثيره يا معلم. ويلي 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 ليل 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 ليل. مع شباب اعتقد ما اقدر اشتريهم هذه الاشياء كلياتهم، يعني والله قدرت اشتريهم يا جماعه. وين باللوس؟ في اشياء معلم. طبعا هذا يا شباب قول لي والله اشياء حلوه، في الشخصيه هي رخصه. اوكي اشياء عادي، بس هي شو هي؟ افتح هي معلم، شو هي؟ والله مكعبات روبرت نيون معلم، شو هي؟ والله ما اعرف يا جماعه. اوكي اشياء معلم لحد الان. اوكي في سكنات تمام، ولكن معلم عجب حضر. ما في شباب، عباره عن حبيبي والله. اوكي شباب، مثل دائما شباب سمو طيب، بيكون عندنا هون اشياء اوه عندنا هون شخصيه جديده يا جماعه ومرافق جديد. يوم راح نشوف هدول. اوكي خلينا نحصل عليهم شباب، نعمل حصول على اوه حاطينا كمان 30000 من هذا، يعني نقدر نطوره ماكس ايزي فريزي. حلو حتى نعمل تزويد. اوكي هذا المرافق شباب، شو هذا المرافق؟ اوكي هذا مرافق معلم، احصل على اي بي واتش. اوه احصل على اي بي واتش عندما يسقط احد زملائك في الفريق، في الفريق من قبل عدو. يعني شلون هيك يعني؟ اوكي ايه ركز معي كيف يعني، لما واحد من اصحابك بينزل نوك بتحصل على الاتش بي والهي الصفره الدم علم الاي بي باللوز. اي بالنسبه للمرافق هذا حلو، مرافق حلو وخفيف ولطيف وشكله بصراحه يعني باللوز. نطلع لبرا مهون معلم، ندخل على الحيوانات الملائكه نشوف شو مش ما في او مو مبين معلم السكنات تبعه مثلا او مشي حركات مو مبينه معلم. حلو راح نحاول نحصل عليه ان شاء الله. طبعا هون شباب بما انه السيرفر مطول نزل اليوم، بده عم يقول لك لازم تدخل اليوم اللي بعده نحصل عليه ونحاول نجربه شباب ان شاء الله على البث المباشر. شباب دائما نفتح بسوس مباشره على الفيسبوك، رابط تحت بالوصف، جنوا نطوا حبيبي والله. اوكي الان شباب رح نشوف الشخصيه معلم، نطوا مباشره على الشخصيه بيرميس. طبعا هي الشخصيه غامضه شباب. اوه طول بالك شو هذا؟ اوكي عم يقول لك معلم يندفع للامام بسرعه كبيره لمده 0.5 سنه لفتره تعدي 40 سنه ويمكن استخدامها حتى 2 مره. اوكي الظاهر انه هي الشخصيه نشط يا جماعه. لنشوف مع بعض معلم، الظاهر شيء باللوز هون عندنا معلم، لازم نروح ندخل نجربه. اول شيء نروح نجرب الشخصيه تبع شباب، خلينا نعمل هيك نفتح الخاصيه تبع هذول او لا طول بالك راح نستخدمها معلم وندخل على التدريب. التدريب ايوه اوكي قول لي شو هي. اوكي هي من تحت هي الوضع هذا. طول بالك يا جماعه، طول بالك معلم، هون اعطانا شغله وزادت شغله معلم من هون، يعني بتعمل هيك تمشي ميل دين برو. لا 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 مو طبيعي يا معلم، شو صار هون؟ او ماي جاد مان، لا 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 يا معلم خرج معلم. طبعا هون جربت وحده في تنتين التهدي معناها هي ليفل واحد، نشوف. لا معلم مو طبيعي، اصبر شوي نرجع نجرب الشخصيه شو راح تعمل دمار شامل باللعبه. هذه الشخصيه راح تعمل دمار شامل باللعبه يا جماعه، هي لحال هالحركه معلم في مرتين، يعني عندك دفعتين. طبعا ليفل واحد هي. ها اوكي اذا بنجري معلم نجري جري عادي. اوكي طبعا هون شباب باللون الاخضر، ركزوا لي على اللون الاخضر شباب، اللون الاخضر معلم عم بيرتفع شوي شوي اوكي وعم يزيد الوضع. او ماي جاد يا جماعه معلم صدقوني يا اخوان، هاي الشخصيه يعني انتوا فهمتوا علي؟ ايه فهمتوا علي؟ ركزي معي
يعني اوكي طلعت اثنين، هات نرجع نجرب. اوكي ليفل واحد اياها نجري. لا 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 معلم، لازم ناخذ مسافه كبيره معلم، لازم ناخذ مسافه اوسع من هيك يا جماعه، لازم ندخل جيم. اذا هيك معلم هي ليفل واحد، اذا هيك معلم هي ليفل واحد يا جماعه بتطير بهذا الشكل، كيف ما كيف اذا بتصير في الماكس؟ نروح نجربها معلم، ندخل على الشخصيه، ندخل على رفع المستوى، نرفع المستوى، نعمل هيك. اوكي اوكي فاهم عليه ماكس. لا يا جماعة هاي الشخصية شباب، لا 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 هيك معلم صدقوني. اوكي اوكي شو الشخصية معلم؟ اعطاني مثل جاستن بيبر معلم هون، معقول احد شخصيات جاستن بيبر معلم ولا هيك ولا هيك؟ الله اعلم يا جماعة. هون معلم عنا النشط، كيف عنا النشط يا جماعة؟ ركزوا معي على النشط هيك كيف صارت معلم. نعمل هيك اوكي، هي صارت ليفل 60، التهد يا صارت 30 ثانية. يدفع للامام بسرعة كبيرة مدة اوكي هذا التهدي. اوكي اختلف الفترة التهدية الوقت التهدية تبعيتها بالليفل تبعها يا جدة، كل 30 ثانية يا شباب. لا 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 هاي الشخصية شباب، لا 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 هاي الشخصية، لا 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 شباب، لا 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 يا جماعة، لا لا في شيء معلم حبيبي والله. وين باقي يا جماعة؟ انتوا على جزيرة اوه ماي جاد شباب، في كثير امور شباب. هذا السر هذا يا جماعة بهذا التحديث عندك لا هاي شباب رح نخليه على جنب هاي 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 لحالها يا شباب. هاي الجزيرة اسمعي يا شباب، رح نعمل البارت 2 لهذا المقطع. اوكي خلينا نركز على الشخصيه يا جماعه، نلبس كعضله. ول 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 يا جدك، ويلي 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 يا جدك، فرج. اوه ماي جاد اوه ماي جاد يا جماعه اوه ماي جاد، فرج على هذا الوضع معلم، فرج على هذا الوضع، ويلي ويلي ويلي. اوه دايم اوه دايم، شايف شايفين الملعب بيبي والله. نطلع من هون صراحة يا جماعة، هذه الشخصية معلم اشي باللوز. ندخل على خلينا نشوف الباقي الاشياء شباب، في كثير اشياء، خلينا نشوف الاسلحة معلم، ترى في اسلحة ولا شو؟ وي بالكم. اوكي هون معلم الاسلحة مثل ما هي يا جماعة لحد ما في شيء زايد. هذول هن الام بي 40 الاسلحة، اعتقد هي على حالة ما في اسلحة جديدة لحد الان. اوكي مسدس باللوز حلو، سلاح متفجر حلو حلو. قول لي بس هون يا جماعة يعني هون طول بالكم، انتوا ما بتشوفوا بس لو تحت بتشوفوا شو مكتوب تحت المعرض. او ماي جاد شباب او ماي جاد شباب، الان بهذا المعرض الظاهر يا جماعه بنقدر نشوف الاشياء الموجوده بالغلاف عندكم، يعني الاسلحه والاسلحه وكل شيء هذا مبينه يا جماعه، الدم محدود وكل شيء معلم راح يكون متواجد هون عندنا معلم، كل شيء راح يبين عندك. والله شيء باللوز يا جماعه، شيء باللوز هذا المعرض يا اخي، شيء كثير حلو. نكتشف امور ثانيه يا جماعه شو موجود، ندخل على البروفايل، البروفايل هذا هو اعتقد مثل ما هو، هذا عام هذا هو كلاس فواد مرتبه محدوده، اوكي فريق متفجر، السجل يعاد تشغيل. او ماي جاد يا جماعه او ماي جاد، على التدريب هون نشوف شو ما في. اوكي معناتها فجأة في اشياء ثانيه شباب راح نشوفها مع بعض ان شاء الله بشكل اكثر المقطع الجاي يا اخوان، او لا يا جماعه ولا يا جماعه خلينا ندخل معلم نشوف هالجزيره معلم. طبعا هون الجزيره الاجتماعيه شباب، هي الجزيره معلم بتكون فيها اكثر من لاعب. اوكي ندخل على الرومات بشكل سريع. اوكي ارض الحرف، مسرحيات مجانيه، استخدم لانشاء غرف ارض. اوكي ارض اوكي، عدد مرات اللعب مجاني، تك 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 تنيس. اوكي حلو 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 شباب، نطلع على الجزيره شباب. اوكي فكرت معلم انه حطول كثير بهذا المقطع بس ولكن محدد لان الامور باللوز. ندخل نشوف هذه الجزيره معلم، قم بتكوين صداقات جديده واستكشف الانشطه المتاحه على الجزيره الصداقه. يا لطيف يا لطيف يا معلم، شباب ركزوا لي معلم، هون تقدر تجي لهون تلعب فوتبول، تلعب فوتبول معلم، تلعب فوتبول شباب. لا يا جماعه خلينا نشوف هون معلم، ندخل لهون، ندخل لهون نشوف الوضع معلم شو كيف راح يكون. ويلي لا 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 بتلعب فوتبول هون معلم. او ماي جاد شباب، لا 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 هي لحالها شباب، هذا الوضع معلم. طبعا لازم نحاول، اوكي عندك هون الدفاع والمهاجم، بس مع مين راح نلعب معلم؟ نشوف شباب، راح لازم 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 المقطع الجاي يا جماعه حاولوا نلعب فيها مع ناس هون معلم، يدخلوا هون ونلعب معهم، ولا شو رايكم؟ اصبر شوي نجي لهون، اه والله الناس دخلوا الناس دخلوا ركن الاجتماعي. اوكي هون معلم، اوكي ندخل لعند المعلم نشوف الوضع. اه اوكي لما يكتمل العدد شو بيصير؟ هات لنشوف. اوكي شو عم بيصير هون معلم؟ عم بضرب بعضهم ولا شو؟ عم بيصير يا جماعه؟ نضرب بعضنا هون يا اخوان ولا شلون؟ اوكي تمام اوكي ناس عم تدخل. اوكي لازم نجتمع العدد يعني ولا شلون يا جماعه؟ ويلي 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 قول لي
لا والله يا جماعة معلم شو عم يصيرون لازم نفهم. والله يا جماعة لحد لنا الشباب عم بدور هذا المكان ما فهمت له يا شباب. أول ما نفهمه إن شاء الله يا شباب حنزلكم مقطع مخصص لهذا المكان. So اوكي شباب ليديز اند جنتلمان اكيد راح يكون في بارت 2 لهذا المقطع ضروري نكتشف امور اكثر واكثر. سو الله يسعد ليكم شباب اكتبوا بالتعليقات شو رايكم هذا على الشيء راح يصير حبيبي والله بشوفكم على خير. اسمح حتى تلايك حط لايك معلم.